إلى جانب خيمتها المصنوعة يدويا، تتناول منى المطير وأطفالها الإفطار الذي يقتصر على الخبز وبعض الطعام. أول شهر للصوم تقضيه بعيدا عن منزلها بعدما فرت هربا من التصعيد العسكري في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا. هنا قاعدين يعني إذا بدنا يعني ندحت شيشة يعني الفطور نساوي يعني وين الواحد يدحت عجان الذبان يعني واحد يعني غصب بدي مضي رمضان مفرق كثير عن الحس قبل والله هي ما كفي يعني حس طبخت بطاطا وهي عاد تطبخ منجوعهم قام يلقطون ياكلون عيدي يعني قام ياكلون عيدي وانا عاد اطبخ لانهم جوعانين يعني ايام يكفي ايام ما يكفي. قرب الحدود التركية السورية تفترش عائلات الأرض وسط الحقول بعدما صنع أفرادها خيامهم بأيديهم من شراشف ملونة علقوها على أشجار الزيتون. خلال شهر رمضان يعتمد هؤلاء على مساعدات قليلة أو وجبات بسيطة يحضرونها على مواقدهم الصغيرة. يعني شو واحد شعوره إذا بده يطلع من بيته قصبا عنه وشهر رمضان وأطفال وعيالات هني يعني شو بده يكون شعوره؟ بده يكون شعوره يعني مأساوي جدا. ولادي بدهم لباس على العيد اليوم قام يبتشون بدهم أغراض على العيد وما عندي مصاري تجيب لهم. ولا عدنا غطا ولا عدنا شيء، يعني ايش عاد نايم عند العائله؟ يعني نازحين ولا عدنا شيء ولا شياتين. ومشردين قاعدين تحت الزيتون لا اكل ولا شيء. ونستنى الوجبات يعني يا يصير اكل يا ما يصير. يعني امبارح ما طبخ الشيء. والله اكلنا خبز وشاي. ما عدنا شيء. هذا ونزح أكثر من 200 ألف شخص منذ نهاية نيسان من مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وفق ما أحصت الأمم المتحدة هربا من قصف بربري عنيف تشنه قوات النظام وحليفتها روسيا.